نهضر معاها باش ما يزيدش هضر خلاص انا نروح حسنا يا ربي يا ربي على الخرجه هذيك سلك على خير يا ربي سلك على عارف صبر واش خلاص قبل هاي الحمد لله يا هي عيط له قول له ما ينساه له ايه بصح عنده شرط عنده شرط ما عندي مندلة ركبتوني اللورة بكافة بالرجسان كن برجلية وقولوا له قولوا له بلي ذو كذار يجوزوا الحال راني نعاود نولي نقعد من قدام راني قلت له وقولي له وقولي له قولي له بلي نحي رجلي خاطر أنا غلطت فيها قولي له قال لك ما عنده ما ينحي فيها قولي له راه راح ينقص لها غير شوية يجبد شوية رجله خاطر راح يقتل خوك ما قدرش الله غالب خوك يا ربي بابا الله يخليك سيفي البورتابل ما عنديش زينيتي ثاني ديري حسابك بنتي ديري حسابك هاك ها ما تخسرهاش فيا ماشي نسلف لك ماشي ما نسلفلكش بنتي بصح ديري حساباتك هاكي كبيره دوكا كي طبيبه شوفي شوفي هذا خلتي بوا كاع خلتي بوا علام بابا ما تهشمش غير الغشاش علاه علاه مسكينه وش كاين وش كاين كبير وغشاش هذا مالك كيف خالتي بوعلام علاش مسكينه مش حق عليك بابا شد ما نسحقش لا شميتها علاه مسكينه واش دارت لك وين حبيتي من نديرها انا وين ها وين نديرها نديرها في بلاصه الموتور ولا واش انا علي بليس مريض والله وزيه اللي خسرتها هكذا في القرن هكذا باش ما تفيقش باللي مانيش حاملها كي تجي معانا بارك جديك انا غلطت فيها الدوزيام فوا ما تهضرش معايا قول لها هي تقول لي قولي له باللي غلطت في رجليها الدوزيام فوا ماني جبت النيت يا ربي واش مريم وليدك تلفلوا الحسابات واش ندي بلاكه منا عين البرد ومنا عين البرد انا نشوف دوبل ولا واش انا نعرف كل الطرق تؤدي الى روما من عين البرد هاني سقسي انا نراعي هذا وفرد يا رب اش تقدر تهدرتوني اللور هكذا حبيته هكذا جيني قاع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يرحم والديك يا العزيز الطريق اللي تدي العين البرد منين الطريق اللي تدي العين البرد منين ايه ما عرفناش تلفت لنا على يدك اليسرى وقباله هكذا بارك الله فيك وفيك بارك خاطر مكتوب عين البرد عين البرد هذه ثاني راهي تقول شكون هكذا ما انت علاه انتم وراكم رايحين العين البرد خويا العين البرد يقول رانا رايحين العين البرد نفهمك روح قباله على اليمنى هكذا فهمتني بارك الله فيك وتعرفش انا نسيتك برك لا لا ما زلت مولو ربي يسهل ان شاء الله خويا السلام عليكم السلام طريق العافيه هاي جيت تغلق الباب انتو كيفا دوكا نروحوا على اليمنى ولا على اليسرى هكذا ولا عند كاين زوج طرق قول لنا واش قالوا لك الجماعه واش قالوا لك مين نروحوا ترميوني اللورا تقولوا لي ما تهضرش وكي تحصلوا نقولوا تشاوروا فيها انا نقول لنا امبورتون كما حبيت ورايح قولي له منا الراعي قلنا منا عليه درك انطقت كيف الحمار حمار يجي نركب اللور ونزيد ما نهضرش يا ربي ما لقد فهمت شيئا وهو انني لا افهم شيئا مريم انا نفهم روحي شويه دكا باش خاش حال شي بينا عليك باش وسام شوف هذاك يخرج فاش يتبع في ماما هي عمري شحال شباب
عندك على بالك كيف يجي مشوي هذا يذوب في الفم كي الزبده. ايه بابا حرام عليك. شوف وليدك شحال عاقل ويحبك وجاي يعاون فيك يسمح له دركا وراح كلية. يما هادوك ماشي عائلتك جمعي فاميلي؟ واه جمعي دار رمضان. واش راكم تقولوا؟ هذو عقلونا. اوه اصبحوا ما يشوفوا فينا ويحضروا. نقدر نشوف. على بالكم رانيش مأمنة عينيا، جمعي فاميلي راهم في البرا. بصح اخ ما فيني تورني غير في الدار. والله بكاع كيف بانت لهم جو وحده، والله ما لها البال. واش راكم تقولوا؟ يما هادو تجمعي فاميلي اللي كنت تشوفيها في رمضان. جمعي فاميلي تعودني ما نحبهمش. فامطين راج. اسكتي علينا بن عمي. الناس قاعدين غادي يقول لي هاب 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 هاب. ها اسكتي علينا. ما ديرش عليها. اسمح لنا خويا والله اني حشمان منكم. ما دامكم هنا ما غاديش نخليكم ترونكيلا. انا كنت ديروا عليا بدلوا بلاصه خير. الله غالب مسكينه طرشه. ما فيها والو. انا ثاني عندنا وحده طرشه في الفاميليا. لا منك تهضر طرشه. وعلاه بشكون؟ ماشي طرشه من مخها. بعد هذيك بوعلام تعصب في روحها سير. والله اليوم ما جبتوهاش معاكم. ما خرجتش في القرعه. وهذه دركا عجوزه وطرشه وسمعتنا. ساره السكتي دوك تسمعك.